أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يقول أهلكت مالا لبدا لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل
ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم نجعل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله.